عمل. لذا يرافقني في هذا البلاطو الجميل ورائع دائما زملائي كما ولفت الثنائي الخطير عصام وامين. نقول مساء الخير. مساء الخير اكرام ومساء الخير على كامل مشاهدي قناه الشروق تي في. ان شاء الله كما قلتي انت راه خلاص الاعمال يعني تقريبا كلها انتهت، ان شاء الله تكون النهايات راضيين بها المشاهدين وكما حبوها. زميلي امين مساء الخير. مساء الخير عصام، مساء الخير زميلتي اكرام، واكيد مشاهدينا الاعزاء اوفياء قناه الشروق اي سورتو برنامج لايف المشاهير في نسخته الرمضانيه. الانرجي نفس اليوم عصام بيا لهم ولا مبياش؟ معليش مبيا لهم المشاهدين لازم يعرفوا. نقول لكم انه اليوم عندنا موضوع سبيسيال، راح نهضروا على الحلقه الاخيره تاع اضخم الاعمال الجزائريه الدراميه، لكن شفنا فيها مشاهد او كوميديا، كنا شفنا فيها مشاهد دراميه، عبر كثيره، رسائل كثيره، يعني من الجانب الفكاهي كاين رسائل ومن جانب الدرامي كاين كذلك رسائل. لذا تشوفوا عصام هكا متاثر، كان يشوف الحلقه الاخيره تاع البطحه، جوبونس ما كفاهش الوقت البارح باش يشوفها، او تشوف على قناه رسميه لقناه شروق تي في على اليوتيوب، كان تأثر كبير. خلينا نبدا برك مع عصام، حتى التأثر مازال في عينيها، كل مخرج يقدر يزومي يقدر يشوف. لا لا انا واش حبيت علاش تأثرت، ولا لانه كعباك بلي احنا لازم كي ندخلوا باش نهضروا على الموضوع وما نكونوا على بالنا واش راح نحكوا. انا دوكا كنت شفت البطحه، المشاهد اللي كنت شفتهم، ولا انا بحكم اني ولد الداحي شعبي باب الواد منات، تسمى هذوك الشخصيات اللي كنت نشوفهم كنت نعكسهم مع الواقع ولا تاع الناس نعرفهم في حياتي. كيما شفت اللازي وصيف في برنو على يعني على والده منا، انا بزاف عباد هكا يعني دخلوا الحبس مظلومين، ومن اخرهم خويا ولي تربى معايا كريم ما عندوش بزاف من يدخل الحبس، وثاني دخل هكا شغل محقور منا. ان شاء الله ربي يفرج على كل واحد ومعهم ربي ان شاء الله. ان شاء الله تاثر كبير انا نشوفه في عينيك عصام. معليش يلا نعاودوا نقولوا للحلقه الاخيره. امين كانت حلقه مؤثره جدا، قبل ما نبداو نهضروا على الحلقه، الحلقه الاخيره كانت حققت 2.4 مليون مشاهده في اقل من 24 ساعه، ومازال تحقق نسب مشاهده كبيره. نعاودوا نقولوا انه معهد إمار للاحصائيات كان صنفها بين او اكثر الاعمال مشاهده في كل الاعمال الجزائريه. كيف شفت البطحه البارحه امين؟ حقيقه هذا العمل كان نسخه فارقه في كل الاعمال، سواء الدراميه ولا حتى الكوميديا، وهذاك المزيج بين الدراما والكوميديا. دائما نتفكر واحد في المقال ديال زميلنا رابح علاوه في مجله الشروق العربي، قال انه البطحه ما يتشبهش الاعمال الاخرى لانه لا يستجدي الضحك. يعني ما نحسوش الممثلين انهم يتكلفوا ولا يخرجوا من صورتهم يعني بهذيك الطريقه انهم يستعملوا باش يضحكونا، يضحكونا ببساطه وكذلك يوصلوا لنا رسائل بهذيك البساطه والعفويه. يلا حتى الصور اللي انا نشوفوا فيهم هو صور من كواليس الحلقه الأخيرة لمسلسل البطحة، طبعا دائما لي أو حصريا لبرنامج لايف المشاهير وقناة الشروق تي في، لتعرض في هذا أو لعرضت هذا العمل في موسمه الأول والثاني. كنا شفنا الكثير من الرسائل كما قال عصام، بيناتهم الكلام اللي كان حول السجن، الكثير من الناس دخلوا كذلك مظلومين، وكثير من الوالدين اللي كانوا يشوفوا أبنائهم يدخلوا ولو أنهم ماشي مظلومين لكن يتأثروا. يعني الكلمه اللي قالتها ام تاع اللاز بالك كنتوا شفتوها في السلسله، كي قالوا لها وليدك دخل الفيلا وصدم الفيلا، قالت لهم علاش ما يخممش فيا عنده يماه كبيره. صح، احنا بالك نقولوا هذه نقاط الضعف ولا نقطه ضعف يطيح فيها اي شاب جزائري في بعض الاحيان، حكى في الحي تاعهم كلمه ولا واحد يحاوز واحد يعاود يولو في مشكل وفي مشاكل كبيره ويؤدي هذا الشيء حتى يدخلوا السجن. احنا خليني نقول لك بالك هذا العام شفنا مواقف، احنا من قبل عشنا مواقف وجعتنا ووجعت بزاف الناس، لكن هذه المره كي شفناها في البطحه ضحكتنا وخلتنا نتكاكاو اكثر ونرجعوا حساباتنا ونعرفوا نخموا كيفاش نديروا. انا ان شاء الله نتمنى من كل شاب ويشوف فينا ولا حتى ام ولا اب يراجع حساباته ويشوف ويخمم على كامل افراد العائله تاعو، لانه صح الرجله مليحه والواحد يكون عنده نيفو، لكن الحبس ما نقولوش هذه، كاين بزاف في البرا يقول لك الحبس للرجال، صح الحبس للرجال وقليل اللي يقدر له، وخمم بلي عندك الناس وعائله موراك، فاذا كان الحبس هو الحل الوحيد
يلا يقولوا انه الناس كامل اللي تبعوا الحلقه الاخيره والجمهور اللي تبع الحلقه الاخيره البطحه يقولوا انه احيا بزاف مشاعر عند العائلات، خاصه عنصر الاب والام شفنا حاضر بزاف في هذا السلسله وفي هذا الجزء الثاني من سلسله البطحه. العائله كذلك كانت حاضره، شفنا كذلك في احدى المواقف ماشي فقط كي تخلص للسجن، لكن شفنا عمي برنو للابنه تاعو بانت الزوجه تاعو الى غير ذلك، يعني عنصر العائله موجود. حبوا يوصلوا انه العائله مهمه جدا في حياه الشخص ولا حياه الانسان. نبيل عسلي كذلك كان ضيف عبر الهاتف امس وعلى المباشر في حنا في رمضان مع الزميل قاده، وين قال انه راح نودعوا البطحه 2، يعني ما كانش بطحه 3، لكن قال انه دائما تقعد بوسيبيليتي انه السيناريو بالك يعاود يتكتب للبطحه 3. زميلتي اكرام كنا بزاف شفنا يعني التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه على صفحه قناه الشروق تي في، كما قلت شفت الحلقه تما كنت قريت التعليقات، طالبوا بزاف بالجزء الثالث، لكن احنا كما شفنا كما هذا العام ما كانش كاين الجزء الثاني، لكن بمطالبه من الشعب في شهور داروا الجزء الثاني وعاودوا رجعوا بنا للخلف باش نعرفوا الشخصيات. قلت كانوا طالبوا بزاف ناس بالجزء الثالث، لكن كما شفنا في برنامج حنا في رمضان مع زميلنا قاده بن عمار ناسم حدوش قال انه ما كاش امكانيه انه يكون جزء ثالث من البطحه. يلا نقراو شويه تعليقات. يلا تفضل امين. التعليق الاول، انا نجاح البطحه سبقه نجاح الكاستينغ، ما على باليش شكون كان مسؤول على الكاستينغ، بصح خيي برافو بن عمر. يلا هذا التعليق شفته في اليوتيوب وحبيت نقراه، وش يقول هذا اسمه الحاج، يقول انتهى اعظم عمل في الجزائر في اخر 20 عاما على الاقل، مستوى الكتابه التمثيل الربط بين الماضي والحاضر وصياغه القصه بالشكل الذي رايناه كان شيئا يفوق الخيال، عندما يبكي برنو والعبسي وتتشابه ربيعه وقرميه ويخلع اللاز في قبعته في ليله واحده، فاعلم بانها واحده من اطول الليالي في تاريخ الدراما الجزائريه. اما تعليق اخر كان عند احمد بن طاهر قال انه البطحه درس في الفن والحياة شكرا. أما أيوب قال أن البطحة ليست مجرد مسلسل، البطحة رسالة تخاطبنا جميعا، برافو عليكم، من الكوميديا إلى تراجيديا، من الفرح إلى البكاء، من السلبيات إلى الإيجابيات، رسائل كثيرة وصلتنا من البطحة التي ستصنف الرقم واحد أو ستصنف الرقم واحد بدون منازع في شهر رمضان المبارك، هكذا يجب أن يكون التمثيل أو لا يكون عبر القنوات التلفزيونية، البطحة نمبر وان. وبما أننا نحكي على البطحة مشاهدينا الكرام طبعا لازم يكون معنا ضيف على المباشر وبطلة من أبطال سلسلة البطحة، للناس كامل حبوا تمثيلها، حبوا تأثرها، حبوا الضحك ديالها، حبوا خفتها، حبوا الإيجاز ديالها، كلامها، وحنا نحبوها بزاف. ياسمين عبد المؤمن أو رابعة معنا عبر اللايف، نقول لها مساء الخير رابعة ولا ياسمين؟ مساء النور، صح رمضانك. صح رمضانكم كامل وصح رمضان المتفرجين معكم على المباشر. عواش لك مبروك ربيعه، يعني ياسمين اسمها ربيعه، يعني مشات بينا ربيعه. تحبين نعيطوا لك ياسمين ولا نعيطوا لك ربيعه؟ قولي ياسمين. ياسمين اسمك جميل جدا ياسمين على كل حال، واسم كبير في الفن الجزائري اللي مد الكثير للشاشه الجزائريه. البارح كنا شفنا نهايه البطحه مالوغوزمون، يعني الموسم الثاني نهايه يعني تأثرت فينا كامل. كنا شفنا كذلك نبيل أسلي اللي قال أنه ودعنا البطحة، يعني ما فيش موسم ثالث. قولي لنا، أحكي لنا على التجربة تاعك في الموسمين ياسمينة. واش نقول، أنا قلتها ديجا من قبل ونزيد نعاودها، سيتي خير 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 ليكسبيريونس مع لي زارتيست، مع أصدقاء اللي هما لي زارتيست تاع البطحة، قناة شروق، البروديكتور الحي رضوان، وفرنا كلش لنجاح هذا العمل. يعني مش نقول لك ان شاء الله مازلنا الاعمال يا ربي يكونوا خير ان شاء الله يكونوا احسن، احنا دائما مادامين نقدموا دائما الافضل والاحسن للمتفرج الجزائري. ياسمينة انا والله دوكا كي تهضري يعني جاني سؤال حبيت نسقسيه لك، واللي هو يعني نفترضوا لك لو كان كانت عندك الامكانيه انك انت ديري نهايه البطحه، كيفاش كنتي حددنا النهايه تاع البطحه؟ يعني ياسمينة حبيت نشوف يعني النهايه اللي حبيتها لربيعه، يعني نفس النهايه ولا اخرى؟
انت تهضر على النهايه تاع الاول ولا النهايه تاع الثاني؟ لان النهايه تاع البطحه اثنين مرتبطه مع البطحه على بالي، لكن هل باش تكون غير هذه؟ فهمت؟ راني فاهمك، لكن مثلا بالنسبه للبطحه جا هذيك شوف عاودي لي على شهرين نقعد نحليها مع نديها في السجن نجي نسيبها شغل الاباك كيما كتبها السيناريست نبيل وناسي اللي نحييهم وبح البنداوي اللي تحيه كبيره لهم اكيد نحييهم تحيه ليهم. انا واش حبيت نقصد شوف سيتي تخي لوجيك اوبا ما نخليش تخايلها اوفامو. انا ياسمين اسمح لي، واش كنت حاب نقصد يعني مثلا العام اللي فات في الموسم الاول كنا شفنا ربيعة بدات حياه جديده وخلات اللاز وحتى وليتي ام والله يبارك درتي سيتياسيون شابه كيما نقولوا. هل كان يعني لو كان كانت عندك امكانيه انك تخيلي النهايه ما تكونش هكذاك، تكون نهايتك مع اللاز، هذا واش راني حابه؟ لا لا هذيك هي النهايه اللي تكون لي لا انا ربيعة ما تسمح لي تكون لي باش تكون عدد حلاه. هذه هي الرسالة مهما كانت exactly. رسالة من البطحة exactly. رسالة تاعنا احنا رسالة إيجابية أنه الله كمل تبع هذيك الحياة شفتوا واش صرا له تبع هذيك الطريق. أنا لو كنت تبعته ما كنت حنجح في حياتي exactly. دونك باش ما نبدلوش من الرسالة والمغزى من البطحة أو فوالا صح. اصلا البطحه هي عباره عن رسائل وعبر، يعني ما كانش عباره. انا في العدد من اعداد برنامج لايف المشاهير ياسمينة قلت لهم انه في الحلقه اللي شفناك فيها يعني تزوجتي مع وليد عمك الى غير ذلك، قلت لهم انه هذه العباره راح او رساله حنمدوها للنساء كامله يشاهدوا فينا، نقولوا انه المراه تقدر تحمل 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 نهار ديسيدي تنسى انسان وتبدا حياتها وتنجح تقدر يعني. احنا نعرفوا شوف المراه اون جينيرال، المراه الجزائريه بالك سبيتا بصح الجزائريات المراه اون جينيرال هي مراه تبغى يقول لك كائن ضعيف وكائن صح بصح عندها واحد القوه اللي تلبس بها لونفون بيبي من 9 شهور، دونك عندها واحد القوه مخدمه على الاخر سامح وتزوج اكزاكتومون. مين نهار اللي كيما يقولوا هل ديسيد ديسيد نهار اللي تقرر ديسيد ديسيد صح. هي كانت نتيجه عادله لكامل الاستهتار والتهاون تاع الناس انها دير حياتها وتفهمها. الاحداث اللي جات نتيجه جد عادله. ياسمينة بزيادة على البطحة، اسكو تابعتي شوية أعمال في هذا رمضان؟ جوستومون والله يا خويا العزيز يا خي أنا ما تمناش في تورناج حتى رمضان، أنا مازال ما شفت والو. أعتالك والله مازال ما شفت والو، قلت خلي من رمضان باش ما نظلم حتى باش نشوفهم كامل مليح. صح. من رمضان نقعد لهم مع لي زونفون مع الدراري مع رمضان. والله ربي يقدرك إن شاء الله. ياسمينة يعني لو نعاودوا نولوا قبل بداية تصوير سلسلة البطحة كيعيطوا لكم إلى غير ذلك، قالوا لكم أنه كاين سيزون 2 او الجزء الثاني من سلسله البطحه، هل ما تخوفتيش لو فات لانكم حديروا فلاش باك يعني حتعاودوا تولوا للور؟ قلتها من قبل عفوا انه كي كنا في البطحه ديجا نبيل جات وليدي تاع البطحه 2 ونولوا اون اغيير. قالها لي وحنا اون بلان تورناج تاع البطحه. ما تخليوش رايك هكا زعما نقدروا نديروا زعما نولوا هكا للور وكا ما قلت له هكا ملي قلت له لا صح تصلح قلت بصح ما باليش صح يعني ما تقدريش تخيليها يعطيك الصحة يعني عيط لي اتصل بيا نبيل وقال لي فوالا فوالا واش حنديروا واش رايك؟ قلت له هي لازم تكون فغيمون نيفو على الان بزاف لازم نكون عارفه التشويق قصرنا هكايا على عده امور على عده نطاق نقاط بليتو خاصة وانه الناس يعني كانوا عرفوا نهايه رابع وعرفوا نهايه لاز دونك حتولوا للور اي سورتو ان بوان تري امبورتون سي كو كي ديري ان فلاش باك راح تشوفي تري اتونسيون على لي ديتاي اللي شفناهم في الموسم الثاني تري 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 هذيك الصحه والحمد لله كانوا موفقين في كتابه السيناريو قلت لك الفضل يعود للمخرج ثاني اللي نحيه وليد بوشبح كشاب جزائري ولا شو فيغ دو لي انايا غراف وليد فريق الانتاج كامل شركه الانتاج قناه الشروق كانت واقفه معانا الحمد لله كان عمل جماعي النجاح هذا هو النجاح الجماعي 100%. ياسمينة وين تعرض عليك يعني باش تكوني في اعمال اخرى من غير البطحه في رمضان 2024؟ في كانوا عرضني انايا كنت مع نفسي قلت ما عرفتش با سيتي اون ديسيزيون اللي انايا ربيت بها كنت حابه نكونسونطري فغيمون مع البطحه يعني تركزي لانه حبيت الرجوع تاعي ان شاء الله يا ربي الرجوع تاعي في الدراما راح يكون ك في لو ميم نيفو كقوه تاع شخصيه رابعه في البطعه دونك حبيت لو غوتور يكون لو غون غوتور بور الجمهور تاعي بور لو بوبليك ان شاء الله وحنا متاكدين انه الرجوع تاعك للدراما حيكون بقوه كما تعودنا عليه ان شاء الله. ياسمينة سورتو كو الناس حبوك في الذكرى الاخيره في الدراما يعني اسكو كاين مشروع حقيقي ترجعي فيه؟
لا شوف، انا اقولها ونقولها كم الممثلين الجزائريين كمشعب الجزائري في اي عمل في اي ميدان، الصداقه هي الصدق هو كلش، لا سانسيغيتي، كي تكون تخدم بصدق توصل للجمهور، كيما الميدان اللي يخدم بصدق، كيما الميليزي اللي يخدم بصدق، فهمت؟ واحد يتقن العمل تاعو يكون تكون نتيجه كيما البطحه ولا فلوس ان شاء الله، فهمت؟ ان شاء الله ان شاء الله. ياسمينه، احنا همنا الوحيد اننا نكون في حسن حبان الجمهور نتاعنا. والله العظيم كنتوا عند حسن ظننا واكثر، يعني ما شاء الله عليكم، كنتوا في القمه. احسن عمل في الجزائر لشهر رمضان 2024 حسب الوكالات الاحصائيات الى غير ذلك. طبعا مبروك لقناة الشروق كذلك. الكل. وشوفي تحية خاصة، أنا نقولها تحية خاصة للسيدة سلسبيل، نقولها إن شاء الله ربي يعطيك النجاح إن شاء الله في المشوار، وإن شاء الله المزيد من التطور والنجاح لقناة الشروق. تحية الوقت عليها سيدة كما سيدة سلسبيل. هي دائما يعني تحسن اختيار كل ما يبث على قناة الشروق. يعطيك الصحة. ف يعني احنا فرحانين جدا انه عمل كبير كيما هذا راهو يجوز في قناه نخدموا فيها. انا حبيت نقول لك حاجه ياسمينه قبل ما نختموا، شفناك في البرنامج احنا في رمضان مع قاده بن عمر، كنت جميله جدا جدا جدا، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. صح في دورك. تودينا على طريقه ربيعه ممكن. ودينا على طريقه ربيعه. تودينا على طريقه ربيعه ولا ما كاينش قادر راك يا ايانا؟ على بالك علي نهضر معكم بالعقل باسكو راني ندير فيزا عشان برا. معليش كنت شاف قالو قاعد تسكت بقى ما تحفظش بزاف. تجي كيك هاك بالك ما تنساش كيك هاك. شكرا لك ياسمين، تحفظت وصحيتك حبيبتي. صحة عيدك. شكرا لك. شكرا لك. صحة عيدك. شكرا حبيبتي. يلا كانت هذه ربيعة عيطت له ميساج لعصام، ختمت لنا على طريقة ربيعة. صافي بليزير عباك مع نهاية شهر رمضان، أنا فخورين جدا أنه أعمالنا راهي متصدرة، قناتنا راهي متصدرة إلى غير ذلك. الخدمة الأولى وهذا الشيء فرحنا ويسعدنا، وخلينا دائما نخدموا باش نقدموا الأفضل لكامل المشاهدين تاعنا، ونقول لكم أبقوا أوفياء لكامل برامج قناة الشروق تي في، لأنه العمال تاعها والمدراء تاعها الهم يعني الهم تاعهم الوحيد هو ارضاء ويعني ويوصل لكم رسائل هادفه وبرامج تكون في القناه. انا بالحديث على البطحه يعني اكثر حاجه كانت همتني اني نعرفها الجيلاني علاش ما ولاش يهضر، فبما اني عرفت الجيلاني علاش ما ولاش يهضر نقول لكم خلاص. يلا شكرا لك امين. شكرا لك عصام. عاود رجعنا لينرجي غدوة ما جيناش بلا لينرجي. نقولوا للمشاهدين ديالنا شكرا اللي تبعونا منذ بدايه البرنامج حتى الان، الف مبروك لقناه الشروق مره اخرى مع النهايات هذه الرائعه ونسب المشاهده الكبيره نشوفوا فيها. مكملين معكم غدوه ان شاء الله نفس التوقيت نفس البرنامج ونفس القناه الشروق تي في. متابعه طيبه، الى اللقاء وصحه فطوركم. صحه شباب. Thank you.